Belgo-Marocain, portrait d'une compétence. Présenté par Maghreb TV, en collaboration avec le ministère chargé des Marocains résidents à l'étranger et des affaires de la migration. Idriss Rahawi, مواطن مغربي بلجيكي قضيت حوالي 15 سنة ببروكسل اشتغلت في مجالات متعددة كانت البداية في المجال الصحفي إلى عام 2012 بعدها تحولت للشغال في الحقل الفني والرقمي اكتسبت خبرة يعني كبيرة في المجال الرقمي في المشاركة في تظاهرات دولية حول المحتوى الرقمي والتطوير الرقمي وآلية التعامل مع التكنولوجيا الجديدة في المجال الرقمي بالإضافة لعملي كفنان خطاط تشكيلي أقمت عدة معارض بالمغرب وكذا بمجموعة من الدول كل هذه الأشياء وهذا التمازج الذي حاولت اليوم أن أنسق بين المفهوم للشغل في الحقل الفني والرقمي يعني أتاح إلي أفاق كبيرة وتعمقت يعني من خلال بحث شخصي أو في إطار تكوينات ودورات تدريبية في المجال الرقمي من الصحافة الرقمية والمحتوى الرقمي إلى غير ذلك من كل ما يخص هذا العالم من تجارة رقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك يعني كل هذا يصب في خانة المحتوى الرقمي والتعامل مع آليات العمل الرقمي في كل مجالاته المتعددة والمتسعة والكثيرة يعني التأثير والأثر سواء على المتلقي أو باعتبارها كأداة حديثة خلقت مجالا آخر في خدمة الإنسان مزاوجة يعني كمواطن مغربي وبلجيكي يعني ليس هناك اختلاف باعتبار أن المغرب هو وطني الأم والذي أفتخر بالانتماء إليه كذلك بلجيكا التي أفتخر بالانتماء إليها كبلد يعني قضيت في جزء من عمري وترعرعت واستفدت فيه بأشياء كثيرة واصلت يعني مشواري البحثي والأكاديمي يعني تشبعت بهذه الثقافة البلجيكية ولكن هذا حاولت اليوم أن أمازج بين الثقافتين المغربية والبلجيكية لأحافظ على هويتي وأصلي وجذوري التي لن تتغير مهما كانت يعني الانعكاسات حول مكان الإقامة أو مكان يعني الذي قضيت فيه جزءا من عمري ومن حياتي المهنية وحياة الإنسانية والأسرة في الحقيقة اليوم تغير منظور آخر للهجرة الهجرة يعني أصبحت لها مقاسات أخرى وأصبحت لها يعني معايير أخرى مغاربة العالم تطوروا بشكل كبير واندمجوا بشكل يعني أصبحوا يعني جزءا من مقومات دول الإقامة أكانت يعني في بلجيكا أو فرنسا أو بلدان أخرى إذ أصبح المغاربة اليوم بثقافتهم بعلومهم بمحتواهم وبتشبعهم بثقافتهم المغربية يعني حاولوا أن يندمجوا بشكل سهل وبشكل معطاء في بلدان الإقامة إذ أصبح مغاربة العالم لهم حضور قوي في مؤسسات كبرى في مجالات متعددة من السياسة الاقتصاد الفن الإعلام إلى غير ذلك يعني أصبح يعني إنسان حاضر بكل مساهماته في بناء أو في تركيبة المجتمع وفي بناء مقومات الدولة والإنسان إلى غير ذلك يعني مساهمتنا يعني كمغاربة العالم في التطور والدينامية التي يعرفها المغرب فمنذ مجيء الملك محمد السادس عرف المغرب تحولات كبيرة وعرف انطلاقة أخرى بمنظور آخر وبرؤية جادة تحاول يعني الوصول بالمغرب إلى العالم وتحاول يعني إقحام المغرب كبلد فتي دخل في مشوار التقدم والتنمية في مجالات متعددة وفي كل ما يخص الإنسان من اقتصاد مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات حقوقية أو مؤسسات تخدم مغاربة العالم زهاء العشرين سنة بدت لنا يعني تطورات كبيرة وبدت لنا يعني أنه المغرب يتحرك أو يتحول بخطى
حتيتة وبخطى يعني رائدة تجعل من المغرب سيكون من في مصاف البلدان المستقبلية باعتبار موقعه الجغرافي وكذلك باعتبار أنه يمتلك رؤية قوية ورؤية لها طموحات كبيرة، هي رؤية الرؤية الملكية التي يسعى صاحب الجلالة يعني الانغماس في بناء مغرب الغد وتطوير مغرب الغد بكل آليات وبكل الإمكانيات التي تتوفر عليه المملكة المغربية، سواء كانت إمكانية طبيعية أو إمكانية ما يسمى بالرأس المال البشري. وهنا لا يمكن أن ننسى أن مغاربة العالم لهم دورهم كبير في هذا الرأس المال البشري، ليس بفعل التحويلات مغاربة العالم من العملة الصعبة، ولكن بفعل الكفاءات الجادة والمشاريع الكبرى التي يحاول مغاربة العالم تنفيذها هنا في الوطن الأم من أجل إشراكهم والاستفادة من تجربتهم التي أخذوها زهاء إقامتهم أو تواجدهم في بلدان الإقامة. المغرب في إطار المفهوم الهجروي، المغرب قضى سنوات كثيرة في تطوير التعامل مع الهجرة، فالمغرب يعني أصبح يعتبر كنموذج في الاشتغال على حقل الهجرة. مثلا الثقة التي حظي بها صاحب الجلالة من طرف القادة الأفارقة كرئاسة للمشروع الهجروي الإفريقي كانت يعني ثقة كاملة، ثقة أتت عن التجربة والمكتسبات التي عرفها المغرب في الهجرة بفعل الرؤية الملكية وكذلك تنفيذ مجموعة من المؤسسات العاملة في حقل الهجرة التي تبذل جهدها الكبير من أجل تطوير الرؤية ومن أجل تحقيق ما يسمى بالاندماج الهجروي. المغرب اليوم يعتبر يعني كنموذج يحتدى به في مفهوم الهجرة، فمثلا مؤتمر مراكش الذي انعقد مؤخرا كان بمثابة إشارة كبرى على أن المغرب يسير في إطار نموذج الهجرة وفي إطار نموذج الذي يحتذى به دوليا في التعامل مع قطاع الهجرة. كذلك التموقع الجغرافي المغربي والجيوستراتيجي للمغرب، كل هذه الأشياء اليوم تؤهل أن المغرب أصبح نموذجا يحتذى به في التعامل مع الهجرة. هناك بعض الأشياء أو بعض العراقل البسيطة التي أرى أنها تعتبر ستدخل في إطار سيرورة بناء هجرة جديدة وفي بناء يعني التحولات التي عرفها المغرب، هذه التحولات التي ستجعل من المغرب نموذجا يحتدى به سواء في بلدان المغرب العربي أو إفريقيا أو بلدان العالم العربي. كل هذه الأشياء تعطينا مؤشرات أن المغرب أصبح اليوم يخطو في خطوات البلدان الكبرى في تدبير شؤون الهجرة بالتعامل مثلا نموذج الهجرة الإفريقي التي أصبح المغرب اليوم كسباق لخلق اندماج الأفارقة في سوق الشغل، وكذلك أصبحوا بمثابة دينامية جديدة في الاقتصاد المغربي، وهذا نموذج مشرف، نموذج يعني يفتح يعني شهية التعامل مع الهجرة ويفتح شهية جلب استثمارات جديدة في مجال الهجرة والاستفادة من الكفاءات المغربية التي تسعى جاهدة إلى تطوير حقلها الاستثماري بالمملكة المغربية. C'était Belgo-Marocain, portrait d'une compétence, présenté par Maghreb TV en collaboration avec le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration.